أهلا بكم مشاهدينا ومتابعي الشاشة الزرقاء وين ما كنتوا. صباح بكم داخل وخارج السودان، بنحييكم أجمل التحايا الصباحية من فريق عمل الموج الأزرق يوم الأربعاء، وتحايا أكيد صباحية لكل الكادحين ولكل العاملين ولكل الغلابة ولكل السودانيين اللي دائما بيتعبوا من أجل توفير لقمة العيش الهنية والكريمة لأبنائهم، والتحية لكل الآن متجهين إلى أعمالهم وأشغالهم، لكل شخص مسؤول في المجتمع السوداني بنحييهم أكيد المسؤولية المجتمعية بالتأكيد، يعني بنحيي كل الشخوص اللي هم دائما أرباب أسر وأمهات ومربيات، كل الناس الكادحين عموما في الشعب السوداني بنحييهم أجمل التحايا الصباحية. نهديكم لحن الصباح فريق عمل يوم الأربعاء، وأكيد نرجع نتواصل معكم. Oh.